السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 1 من سلسلة تمارين درس المعادلات والمواجهة للتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا نبدأ بأول معادلة. إذا قبل ما نشرع في الحل ضروري ما نميزو ما بين جوج ديال الحالات. إذا ممكن نديرو حنا أ زائد بي كتساوي مثلا سي، فأ كتساوي الحد الأول وبي كتساوي الحد الثاني. إذن هادو كيتسموا حدود، الحد الأول زائد الحد الثاني كيساوي لنا المجموع، مثلا 1 زائد 3 كتساوي لنا 4، إذن هذا حد وهذا حد، إذن الحد الأول زائد الحد الثاني كيساوي لنا المجموع. ملي كنقولوا 1 في 3 هنا كنتكلم على العوامل، إذن كتساوي لنا 3، إذن هادو عوامل، العامل الأول العامل الثاني وهذا الجداء. إذن في المعادلات شنا جوج ديال التقنيات اللي كنستعملهم بشكل كبير. ملي كيكون عندنا أ زائد إكس كتساوي لنا بي، يعني ملي كنحول واحد الحد من طرف لطرف، مثلا حولنا أ، إذا كنحيد أ من هاد الطرف وكنضيف المقابل ديالو للطرف الثاني. في حين ملي كيكون عندنا الجداء أ في إكس تساوي بي، إذا حنا عندنا عامل، إذا ملي كنزول أ خصني نضرب في المقلوب ديالو أو نقسم عليه، بحال قسمت عليه بحال ضربت في المقلوب ديالو، إذا بي تساوي أو إكس تساوي بي على أ، بطبيعة الحال أ تخالف الصفر، ميمكنش نقسم العدد على الصفر، إذا ملي كنقولو حنا بي مقسوم على أ راهي هي بي مضروبة في واحد على أ، إذا هادو أشياء خصكم تضبطوها ضروري. ندوزو دابا لأول معادلة. دير عندنا جوج في إكس تساوي 5، إذا يعني بحال لي عندنا جوج مضروبة في إكس تساوي 5، عندنا جداء، إذا ملي كيكون عندنا جداء كنقسمو على المعامل اللي كيكون عندنا هنا، إذا إكس تساوي 5، إذا كنحيد داك العدد وكنقسم عليه في الطرف الثاني للمعادلة، إذا 5 على جوج هو حل هذه المعادلة. في الحالة الثانية، إذا نحن عندنا الحد الأول زائد الحد الثاني كيساوي لنا صفر، إذا أول حاجة كنحاول الأعداد المعلومة نديها للطرف الثاني، إذا نحن عندنا مجموع وبالتالي فكنحيد أ وكنضيف المقابل ديالها للطرف الثاني. في الحالة الثانية حنا باغيين نتخلصو من 3، حنا عندنا 3 في إكس يعني جداء، إذا كيكون عندنا جداء فكنقسم على هذا العدد هذا كنحيدو وكنقسم عليه في الطرف الثاني، إذا ناقص جوج على 3، إذا ناقص جوج على 3 هو حل هذه المعادلة. الحالة الموالية، إذا عندنا ناقص 7 إكس تساوي ناقص 4، إذا عندنا جداء ناقص 7 في إكس، إذا إكس تساوي ناقص 4 على ناقص 7، إذا العدد السالب على العدد السالب كيعطينا عدد موجب، إذا 7 على 4 هو حل هذه المعادلة. في الحالة الثانية، إذا عندنا 7 إكس زائد 2 تساوي 3، إذا دائما كنتخلصوا من الأعداد المعلومة، دونك هذا عدد مجهول لأن 7 في إكس وإكس ما معروفاش، وهذا عدد معلوم، إذا كنديوه للطرف الثاني وكندير المقابل ديالو اللي هو ناقص جوج، إذا كان زائد جوج رجعت ناقص جوج، إذا 7 إكس تساوي 3 ناقص جوج 1، إذا عندنا 7 مضروبة في إكس، إذا الجداء، إذا كنقسم على العدد، إذا 1 على 7، إذا 1 على 7 هو حل هذه المعادلة. ناقص 8 إكس زائد 6 تساوي ناقص 4، إذا ناقص 8 إكس، إذا كندير عدد المعلومة للطرف الثاني كتعدنا زائد 6 غترجع ناقص 6 ناقص 4، إذا ناقص 6 ناقص 4 هي ناقص 10، إذا ناقص 8 إكس تساوي ناقص 10، إذا ناقص 8 مضروبة في إكس، إذا الجداء، إذا كنقسم، إذا ناقص 10 مقسومة على هاد المعامل هذا اللي هو ناقص 8،
إذا العدد سالب ما سالب جا، إذا 10 على 8 ممكن نختصر بالعدد 2، إذا 10 هي 5 في 2 و 8 هي 4 في 2، إذا 2 مع 2 قدرنا 5 على 4، إذا x تساوي 5 على 4، وبالتالي 5 على 4 هو حل هذه المعادلة. عندنا 2x زائد 3 تساوي 5x زائد 2، إذا في هذه المعادلة عندنا أعداد مجهولة في طرفي المعادلة وكذلك أعداد معلومة. إذا أول خطوة هي الأعداد المجهولة كنديها للطرف الأول والأعداد المعلومة كتمشي للطرف الثاني. إذا 2x 5x غادي ترجع للطرف الثاني، غتبدل لها الإشارة غترجع ناقص 5x. حنا عندنا حدود، مجموع حدود، زائد 3 غتمشي للطرف الثاني غترجع ناقص 3 زائد 2. إذا 2x ناقص 3x، إذا 2 ناقص 5، أو 2x ناقص 5x هي ناقص 3x، وناقص 3 زائد 2 هي ناقص 1. إذا عندنا ناقص 3 في x، إذا هنا عندنا جداء، إذا كنقسم هي ناقص 1 على ناقص 3. إذا العدد السالب العدد السالب هو عدد موجب، وبالتالي 1 على 3 هو حل هذه المعادلة. المعادلة الموالية x زائد 3 تساوي x، إذا الأعداد المجهولة غادي نديها للطرف الأول، نجمعها في الطرف الأول والأعداد المعلومة غادي تمشي للطرف الثاني. إذا x كتعدنا زائد x، دائما الأعداد نقراها بالإشارة ديالو، دونك الإشارة عندنا هنا x، عدت الإشارة زائد مكنكتبهاش، إذا عندنا زائد x غتمشي للطرف الأول غترجع ناقص x. عندنا زائد 3 غترجع ناقص 3، إذا x ناقص x هي صفر، عادي نقسم منه نفسه غيعطيني صفر، تساوي ناقص 3، صفر تساوي ناقص 3 غير ممكن، إذا غير ممكن، إذا المعادلة ليس لها حل. في الحالة الموالية 6 ناقص 2x تساوي ناقص 2x زائد 6، إذا كنجمع الأعداد المجهولة في الطرف الأول، إذا عندنا ناقص 2x، ناقص 2x غادي نديها للطرف الأول ترجع زائد 2x، زائد 6 غتمشي للطرف الثاني غترجع ناقص 6، وهنا زائد 6. إذا ناقص 2x زائد 2x عددا متقابلان، يعني المجموع ديالهم غيساوي صفر، ناقص 6 زائد 6 صفر كذلك، يعني ممكن صفر يساوي صفر، بالتالي جميع الأعداد حل لهذه، جميع الأعداد الحقيقية بطبيعة الحال، جميع الأعداد الحقيقية حل لهذه المعادلة. ندوزو لآخر معادلة، عندنا x ناقص x على 2، إذا x ناقص x على 2 أول حاجة خصني نوحد المقامات ونجمع المجهول الأعداد المجهولة في بعضياتها، إذا x إذا المقام الموحد هو 2، إذا x ممكن نكتبها 2x على 2، إذا ناقص x على 2 تساوي 5، إذا مقام واحد، إذا 2x ناقص x على 2 تساوي 5، إذا 2x ناقص x هي x على 2 تساوي 5. إذا للتخلص من العدد 2 يمكن لي نضرب في طرفي المعادلة العدد 2، إذا هنا كنضربو في 2 وهنا كنضربو في 2، إذا كنختزلو ب 2، كيبقى لينا x تساوي 5 في 2 أي 10، إذا 10 حل لهذه المعادلة. أولا كما قلنا كنضربو في المقابل ديال العدد أو في المقلوب ديال العدد، إذا x على 2 تساوي 5، كنضربو في المقلوب ديال المعامل ديال x، إذا x على 2 راه يمكن لي نكتبها هي 1 على 2 x تساوي 5، هاد 1 على 2 إذا جداء، إذا هي 5 مضروبة فاش في المقلوب ديال 1 على 2،
المقلوب بواحد على جوج هي جوج على واحد، إذن هي عشرة. أو كنقسم عليها، كنقول بأن إكس تساوي خمسة مقسومة على واحد على جوج، وخمسة مقسومة على واحد على جوج لبسطنا الكتابة فغتجي خمسة مضروبة في المقلوب ديال المقام اللي هو جوج على واحد. إذن يمكن لكم تفهموها بالطريقة اللي بغيتو، دائما راه غتعطيني نفس النتيجة. إذن هي خمسة جوج هي عشرة، إذن عشرة حل لهذه المعادلة.